هاد جهاز تعقب، مشان إذا فكرتي تطلعي خطوة وحدة برات هاد القصر يعطيني إشارة وكمان يكهربك. ديفراج! كريشا بترجاكي فتحي عيونك. كريشا عم تسمعيني؟ ما رح يصير لك شيء اكيد، ما رح سامح حالي اذا صار لك شيء، رح تضلي عايشة. وين كون؟ ماما جاية؟ أراف؟ كريشا بترجاكي لا تموتي. كريشا فتحي عيونك. كريشا ديفرا كريشا بترجاكي كريشا حدا يجي بسرعة. ماما جاية. روما ديفراج شوفي ديفراج شو اللي صاير معه؟ اللي انت انا مو متصاوب، لازم ناخذها على المشفى. ما في وقت، رح اخذها على غرفه الاسعافات الاوليه. شو ناطر؟ يلا افتح الغرفه. روما اتصلي بالدكتور. يلا لا تنسي موعد الابره الثانيه بعد 4 ساعات. إذا بيصير أي شيء لكريشا حتكون مصيبة، خاصة إلنا. بكل حال النتيجة واحدة، لأنه حتى لو نجت بجوز تكون هالفضولية شافت راغاف بالسيارة وتحكي لكل إنه لك اسكتي نعينا، حتى بينك وبين حالك ما تفكري إنه تحكي بالقصة. تنسي هالسيرة كأنها ما صارت.